وللمزيد ينضم الينا هاتفيا الاستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام. استاذ جميل، بعد التحيه، تابعنا سويا البيان الختامي لقمه دول جوار السودان، ضعنا في التفاصيل، وماذا توقفت عند هذا البيان وعند مخرجاته؟ هو بالفعل هو بيان مهم جدا ومخرجاته مهمه جدا، وعقد هذه القمه ايضا على ارض مصر هو تعتبر من أهم المبادرات اللي تمت خلال الفترة الأخيرة، نظرا لأن دول الجوار هم الأكثر علما والأكثر دراية بما يحدث على الأراضي السودانية، وعلى الجانب الآخر هم أكثر الدول تضررا جراء هذه الأزمة. بالطبع البيان النهاردة بيان مهم جدا، هو من أهمها طبعا الاتفاق على إنشاء آلية لوزارية تعقد في تشاد لوضع خطة العمل لوقف القتال فورا والوصول لحل هذه الأزمة، لأن هذه الأزمة كلما تزيد كلما تتفاقم أعمال القتال كلما يتضرر بها الشعب السوداني وتتضرر الدولة السودانية بشكل كبير جدا. صحيح. تنهار مؤسسات الدولة، وفي حالة انهيار مؤسسات الدولة ستعم الفوضى، ستعم حالة زيادة نزوح أبناء الشعب السوداني في للداخل وخارج السودان، نقص أيضا الإمكانيات ونقص كل الدعم المقدم إليهم، هو ده بيؤثر بشكل كبير على استقرار الدولة السودانية. وأيضا من النقاط المهمة في البيان اللي هو إطلاق حوار مع كل الأطراف السودانية، وده كان شيء مطلوب خلال الفترة الأخيرة، أنه يبقى في حوار سياسي جامع بين طوائف كل الشعب السوداني من أجل إيجاد حل حقيقي لهذه الأزمة، ومن أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف في الوقت الحالي، من أجل الوصول إلى نقطة تلاقي بين كل الأطراف والعمل على حل هذه الأزمة بشكل سريع، لأن زي ما بقول لحضرتك زيادة الصراع واستخدام العنف يؤثر بشكل كبير على الدولة واستقرار الدولة السودانية. وأيضا دول مجاورة أيضا من النقاط المهمة أيضا اللي هو العمل على تقديم الدعم الكامل للشعب السوداني من خلال تيسير وصول المساعدات إلى الداخل السوداني من خلال دول الجوار، وتقديمها إلى الأماكن الأكثر احتياجا، لأن هناك العديد من الأماكن داخل السودان للأسف شديد تضررت جدا، وحالة وتضررها ده أثر بشكل كبير على المواطنين السودانيين، وخاصة في مجال الأدوية ومجال الصحية، وأيضا توفير الممرات الآمنة لوصول هذه المساعدات إلى المتضررين، وكان ده من النقاط المهمة والنقطة أيضا المهمة جدا اللي تناولها البيان، إن الأزمة الأخيرة استمرارها سيؤدي إلى المزيد من النازحين من السودان ودخولهم إلى الدول الجوار وتأثير بذلك على اقتصاديات الدول. وللأسف شديد إن أغلب دول الجوار السوداني تعاني اقتصاديا في الأساس. متأثرة بشكل كبير جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، إذا زيادة هذه الأزمة زيادة لعدد النازحين، يعني احنا عارفين ان في الوقت الحالي اكثر من 2.5 مليون مواطن سوداني نزحوا نزوح داخلي ونزوح خارجي، وأثر بشكل كبير على استقرار تلك الدول وأثر على اقتصادياتها. يعني مصر فقط دخل أو وصل إليها أكثر من 250 ألف مواطن سوداني. صحيح. بجانب بالطبع الدول الجوار الأخرى، إذن في تأثير كبير على هذه على الدول الجوار. أيضا هناك النقاط المهمة جدا أيضا العمل على الحفاظ على الدولة السودانية الموحدة، الدولة السودانية الموحدة، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، لأن عدم الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية سيؤدي لانهيار الدولة بشكل كبير جدا، سيؤدي أيضا سينجم عنه الجريمة المنظمة، وأيضا سيخلق بيئة خصبة للتنظيمات والجماعات الإرهابية أنها تقدر تتسلل إلى الداخل السوداني وإنشاء معسكرات ليهم، وهو ده اللي احنا شفناه في العديد من الدول اللي تم خلالها صراع بعض التنظيمات والجماعات الإرهابية، قدرت أن هي تتوغل وتصل إلى تلك الدول وتقيم معسكرات إرهابية تؤثر بشكل كبير فيما بعد على دول المنطقة، على السودان طبعا في البداية،
على المدى المتوسط إلى الدول الجوار والمنطقة بشكل عام. فإذا يجب على كل الدول وكل الأطراف الحفاظ على الدولة السودانية، على وحدة الدولة السودانية ومؤسسات الوطنية للدولة السودانية. نعم. والاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤون ما حدث في السودان، هو شأن داخلي سوداني ولا يمكن لأي طرف من الأطراف التدخل بشكل كبير بشكل مباشر في هذه الأزمة، لأن كل من يتدخل في الشأن السوداني من الداخل ستكون له أطماع وستكون له مع طرف ضد طرف آخر يؤثر بشكل كبير على هذه على إدارة الصراع. إذن الحل احترام الدولة السودانية واحترام سيادة الشعب السوداني وعدم التدخل الداخلي في الشأن السوداني. أعتقد نعم. إذن نحن أمام أبرز أيضا كل ما جاء في البيان الختامي خلال الفترة الأخيرة. وطبع بالطبع أن مصر دي هي دي كانت الرؤية المصرية الواضحة منذ بداية الأزمة حتى وقتنا هذا، ومصر سعت كثيرا في كافة الاتجاهات منذ بداية الأزمة حتى وقتنا هذا من أجل حل هذه الأزمة بشكل سريع جدا. وزي ما بقول لحضرتك أن قامت هذه القمة على الأراضي المصرية وفي الوقت الحالي هو بيعطي قوة لهذه القمة، ولأن مصر طبعا من الدول هي الدولة الفاعلة في المنطقة، وأيضا دول الجوار هي الدول التي تعلم جيدا معنى الصراع داخل السودان. هي الأقرب. جميع الدول الجوار هناك روابط كثيرة بينهم، روابط بقى نسب، روابط دم، روابط عديدة. وبحكم الجوار يعني هي بتكون أقرب للأوضاع. أعلم جيدا حقيقة الأزمة داخل السودان أو طبيعة الشعب السوداني بشكل كبير. نعم. إذن نحن أمام بيان ختامي شامل لكل الجوانب، جوانب هذه الأزمة وكيفية معالجتها في الوقت القريب الذي ينتظره الجميع لحل هذه الأزمة. أعتقد أن هو البيان شامل، بيان إذا تم تنفيذه بالشكل الموضوع أعتقد أن هو بإذن الله خلال الفترة الأخيرة سنصل إلى حل لهذه الأزمة، حل يقلل من إراقة الدماء، حل يعيد السودان إلى الاستقرار مرة أخرى أو بداية لعودة الاستقرار داخل السودان مرة أخرى، ولكن أيضا على طرفي النزاع أن يضعوا مصلحة السودان أمام عينهم، أن نعم. يؤكدوا على أن الشعب السوداني له الحق في تحقيق مصير وطنه وتحقيق وأن يتم تحقيق الاستقرار من أجل الشعب السوداني الذي يعاني خلال الفترة الثلاث شهور الأخيرة بشكل كبير جدا. شكرا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، كنت معنا هاتفيا للتعليق على البيان الختامي لقمة دول جوار السودان.